أداء كويس في المباراة القادمة، وده إن شاء الله أنا متأكد منه بنسبة كبيرة إن ده هيحصل، لأن أنا عارف النادي الأهلي وشفت ياما حصلت كابتن وليد في الجيل بتاعه حصلت، أكيد الكابتن وليد عبد الصمد في الأجيال بتاعته حصلت، الكابتن الشريف عبد المنعم في الجيل بتاعه حصل، كابتن أسامة حسني في الأجيال بتاعته حصلت، في كل الأجيال النادي الأهلي، في كل أجيال الأندية اللي في العالم كلها بتلاقي دايما في وقت كده بتبقى الأمور صعبة، ولكن أنت شايف من بعيد إن هي عندك مجموعة متميزة من اللاعبين، عندك جهاز فني محترم، عندك ناس بتشوف شغلها في مجلس الإدارة، وبالتالي الكل واقف مع بعضه، الدنيا هتمشي وهتاخد البطولة إن شاء الله. ليه لأ؟ كلنا بنحلم وكلنا عايزين وكلنا نفسنا نشوف النادي الأهلي بيتوج مرة أخرى بعد 6 سنوات بدون البطولة الأفريقية. خدنا دوري وخدنا كاس الطبيعي يعني، لكن في النهاية البطولة الأفريقية بالنسبة لنا هي شيء مهم جدا. فعشان كده مساندة حضراتكم خلال الفترة اللي جاية هي مساندة هامة جدا، لازم نقف مع بعض كلنا مع بعض، أنا من ناحيتي واللي حضراتكم عايزين تبعتوه ابعتوا لنا هنا على قناة النادي الأهلي، على الصفحة الرسمية لقناة النادي الأهلي، وقولوا لنا أي حاجة حضراتكم عايزينها أنا بقولها، ما عنديش أي مشكلة، أي حاجة حضراتكم بتقولوها أو أي انتقاد حضراتكم بتنتقدوه أنا بقوله على طول، ما عنديش مشكلة، لأنه في النهاية أنا متأكد إن اللي بيقول الكلمة دي من جمهور النادي الأهلي بيبقى قد ايه هو بيحب النادي الاهلي فبينتقد للمصلحه العامه. فمن فضل حضراتكم ابعتوا لنا، يعني انا دلوقتي يا جماعه عايز افتح الصفحه على الفيسبوك، ابعتوا اي حاجه هقرا كل الحاجات اللي حضراتكم عايزين تبعتوها واللي حضراتكم عايزين تقولوها سواء كده او كده او كده، ولكن النهارده ابتداء من بكره او ابتداء من بعد بكره ان شاء الله عايزين نقف كلنا خلف فريق النادي الاهلي كالعاده كعادتكم، نشجع الفريق نقف مع الفريق، لانه المباراه القادمه عدت قبلها اصعب من كده بكتير قوي قوي قوي، ولكن انا متاكد ان وجود حضراتكم هيفرق كتير جدا مع اللاعبين. طيب طبعا في اخبار كتيره عندي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، من اهم الاخبار اللي عندي الحقيقه ان الاستاذ طارق قنديل والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه، رئيس بعثه النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام فيتا كلاب في الكونغو، شكروا الحقيقه السفير المصري في الكونغو حمدي شعبان الحقيقه اللي كان قايم بدور، وكل السفاره المصريه اللي كانت قايمه بدور كبير جدا من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الوقوف مع اللاعبين، وكالعاده الحقيقه دايما سفاراتنا في كل انحاء العالم بتبقى دايما واقفه مع كل البعثات المصريه. ابعتوا لي يا جماعه قولوا لي برضو اي حاجه حضراتكم عايزين، انا مش هحط سؤال ولا هحط حاجه، اي حاجه حضراتكم عايزين تبعتوها ابعتوا لي واسالوا اي حاجه، اي حاجه عايزين تسالوها، اي حاجه عايزين تتكلموا فيها، اي حاجه مضايقاكوا، اي حاجه عايزين تعملوها، ولكن زي ما قلت لكم النهارده هنتكلم في الايجابيات وفي السلبيات وفي كذا وفي كذا وفي كذا، ولكن ابتداء من يوم الثلاث ان شاء الله هنتكلم في كل ما هو مشجع، في كل ما هو مؤازر، في كل ما هو يشحن اللاعبين، في كل ما هو عايزين نكسب المباراه القادمه ازاي، وجهات النظر الفنيه لكل المديرين الفنيين اللي قاعدين الكبار والنجوم الكبار اللي هيكونوا معايا سواء النهارده او في الايام القادمه، هنتكلم اكثر ايجابيه خلال الفتره اللي جايه، وبالمناسبه ده دورنا احنا هنا في قناه النادي الاهلي، فده دورنا ان احنا نعمل كده، ودورنا ان احنا نقول وجهات نظر حضراتكم، ولكن كل اللي عايزه من حضراتكم ان انت ابتداء من يوم الثلاث ان احنا نبتدي بقى نتجه للايجابيات، هنكسب ازاي ان شاء الله، مين اللي هيلعب ازاي، هنشوف بقى كل الكلام ده خلال هذا الاسبوع. طيب دي الحقيقه كانت الاخبار اللي عندي النهارده، او هو ده الموضوع المهم اللي بالنسبه لي اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم. ف زي ما قلت لكم نفضل دايما او هنفضل دايما محميين بيكم، محميين بجمهور النادي الاهلي في مثل هذه المباريات، دايما بنبقى محميين بجمهور النادي الاهلي، وخدوا الكلام ده من واحد لعب ولو ايام قليله في او في الملعب وشفت حاجات من جمهور النادي الاهلي تخلي الخشب ده يتكسر والحجر يتفلق ويتكسر كده من تشجيع اللاعب، من تشجيع جمهور النادي الاهلي. فاكرين ماتش الزمالك لما النادي الاهلي
كان مغلوب للدقيقه اعتقد 44 او 43 في كاس مصر الدقيقه 44 او 43 وابو تريكه جاب جون وتعادلنا 2-2 ونزل احمد صديق اسامه حسني اللي هيكون ضيفي النهارده لما جاب جونين في الشوطين الاضافيين دخل في جون ثالث في النادي الاهلي بقت 3-2 لصالح نادي الزمالك واسامه حسني نزل جاب جونين او كان بيلعب جاب جونين الحقيقه احمد صديق عملهم له وجاب جونين وكسبنا 4-3 هو ده ليه انا بفتكر مع حضراتكم الكلام ده انا بفتكر مع حضراتكم الكلام ده لان الجمهور اللي كان مالي الملعب جمهور النادي الاهلي اللي كان مالي الملعب هو اللي ادى كل ال11 لعيب والثلاثه اللي اتغيروا القوه والحيويه والدفعه دي علشان يقدروا يوصلوا ان هم في الدقائق الاخيره من الشوط الثاني يجيبوا الجون التعادل ولما يخش فينا الجون الثالث نجيب الجون الثالث التعادل والرابع كمان بعديها عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر تشجيع الجمهور. اتمنى من حضراتكم ان الرساله تكون وصلت هقرا اللي حضراتكم عايزين تقولوا اللي انتوا عايزينه مفيش اي مشكله خالص ولكن في نفس الوقت زي ما قلت لكم وجود حضراتكم وتشجيعكم ومؤازرتكم هي الشيء الاساسي في هذا الموضوع. طيب ده كان الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم النهارده وانا متاكد ان حضراتكم وصلتكم الرساله وعارف قد ايه انتوا هتعملوا خلال الاسبوع القادم بالكامل عشان نقدر نكسب ماتش السبت. بصوا حضراتكم بقى بصوا حضراتكم ده منظر هو ده المنظر اللي انا عايزه هو ده المنظر اللي احنا عايزينه هو ده الصوت اللي انا عايزه انا عايز اسكت الحقيقه واسمعكم صوتكم كنتوا بتعملوا ايه. هو ده اللي احنا عايزينه هو ده هي حته صغيره يا دوبك لكن هو ده اللي احنا عايزينه هو ده اللي احنا بنطلبه من حضراتكم دايما هو ده اللي احنا متاكدين ان انتوا هتعملوه يوم السبت القادم. منتهى الالتزام منتهى الاحترام بشجع فريقي بقف ورا فريقي عشان اكسب المباراه الموضوع بالنسبه لي انتهى وهتشوفوا فريق النادي الاهلي يوم السبت القادم هيبقى عامل ازاي بتشجيع حضراتكم وبمؤازره حضراتكم الجهاز الفني هيبقى برضو واقف ورا فريقه بيختار الاختيارات اللي شايفها مناسبة من وجهة نظره خلال المباراة القادمة. مش عايز أطول مع حضراتكم في هذا الموضوع أكتر من كده ولكن كان موضوع مهم جدا من امبارح للنهاردة الحقيقة شايف ردود أفعال منها اللي شايف اللي متفائل جدا ومعندوش أي مشكلة ومنها اللي متضايق وزعلان. أنا بتكلم دايما مع اللي متضايق وزعلان اللي متضايق وزعلان لا مش عايز حضرتك تتضايق مش عايز حضرتك تزعل إن شاء الله لعيبة النادي الأهلي هتصالحك يوم السبت اللي جاي ولكن مش هتصالحك كده هتصالحك بوجودك وبيك انت هتخليهم يصالحوك مره تانية بوجود الجمهور ان شاء الله 10,000 متفرج ان شاء الله اذا سمح الامن انا ما اعرفش الحقيقه العدد كام لكن هحاول اعرف دلوقتي واقوله لحضراتكم اذا سمح الامن ب 10 او اكتر انا متاكد ان لو سمح الامن ب 80 انا متاكد ان ال 80 هيبقوا موجودين وهتبقى مؤازره كبيره جدا للاعيبه النادي الاهلي. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل ضيوفنا الكبار كابتن ابراهيم عبد الصمد كابتن شريف عبد المنعم كابتن اسامه حسني هتكلم في كل هذه الامور هتكلم برضو في الامور الفنيه وماذا سيفعل مارتن لاسارتي في مباراته القادمه امام شبيبه الثوره الجزائري بعد هذا الفاصل نجوم مصر كابتن ابراهيم عبد الصمد كابتن شريف عبد المنعم كابتن اسامه حسني